ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ في ايه؟ سرقت تخش تهديهم احسن. خلاص على اذنك. مفيش تربيه، دي التربيه. ايوه مين؟ اوعى تفتح، ده تلاقيه جاي اصلا له كلمتين. السهون ده اللي عامل فيها شيء. افتح يا عمي انا نواره. اهلا يا نواره يا بنتي. انا اسفه يا عمي، جيت في وقت مش مناسب. لا ابدا، احنا نايمين. رئيفه وامينه في اوضتهم، خش لهم. ازيك يا طنط؟ اهلا. ايه ده؟ بالشفا ان شاء الله يا حاج. ما تزعليش مني يا جدة، مش قادر اكتم في نفسي اكتر من كده. السر اللي حملتهولي تقيل والامانه اتقل. انا كل ما اشوف جوزك قدامي افتكر اللي جرالك وعيط. ما بقتش قادر اقول له يا جد عكاشه، قلت له يا عم عكاشه. يا نهار ابوك طين، بس فضحني يا واد، تجننت. يا واد، جوز جدتك ما هو جدك وعبعاطي ابن انا اللي خلفته وانت ابن. معلش يا جد، سيبيني بس شويه عبال ما اتعود على الوضع الجديد. هو يا اصل ده، ما تمسك نفسك كده امال. ده انا اللي اسمي وليا شلتها في قلبي وعمري ما قلتها. امسك نفسك كده وحسك عينك تاني مره تقول يا عم عكاشه دي عكاشه جد، عكاشه جدك. فاهم؟ فاهم خلاص. جد، جد عكاشه. قول يا واد، هو ابن عظيمه سمعني وانا بحكي لك؟ حسنين، في حد غيره جه النهارده؟ لا. وليه بقى؟ ما تفوق كده وتصحصح وتركز. حاضر. طب انت لما روحت الدار حسيت بحاجه كده ولا كده؟ ما قابلتوش ولا شفته ولا قابلته. وبعدين انت فاكره ان حسنين لو كان سمعنا كان هيسكت؟ ده كان هيروح يقول لهمام على طول، وساعتها بقى همام هيقوم معلق جدي وامي عقبال ما نوصل. فيدي عندك حق. بالك يا واد يا جابر، النبهة اللي بتظهر عليك ساعات دي تبع حسنين همام، مش بتاعت عكاشة خالص. ما شاء الله يا حاج، المحصول وفر السنة دي. مبارك بإذن الله دايما. لا يا حاج، بعد ما نحش هنشون فين؟ هنشون في المخزن اللي ورا الدار زي كل سنة. يا سيف. ايوه يابا. مكنة الدرس ما اتجتش ليه لغاية دلوقتي؟ هتلاقيها على وصول. بعد ما تخلص يا ياسين وتعبي في شويلة هاتوا مع الدار. ايه العربيات جت ايه يابا؟ بصراحة يا أمينة دي جراءة فائت. والله انت يا بتاعت البندر اللي بتقولي جراءة فائت. طب ما انت وسامير شاكر كنت كل يوم بتقابلوا بعض، يا هو عندك في بيت جدك يا انت عندهم في القصر. ساعتها ما كانتش جراءة، ولا عشان يعني ما هو مسافر نسيتي الجراءة؟ ايه خلاص، انت مش لاقي غيري قدامك. بعدين انا وسمير وضعنا مختلف. ازاي بقى يا حبيبتي وضعكم مختلف؟ كان التسبيل عندكم واخد شكل افقي، وعند بقيه الناس وضع راسي. انت الخرطوم اللي خدتيه على بقك واضح انه اثر على نفوخك. هاتي. لا بجد، ازاي وضعكم مختلف؟ مش لما كل واحد فيكم حب التاني راح صرح له؟ هو صرح لي واتفقنا وحبيت حبه ليا. ماشي، وانا كمان كنت عايزه اصرح لحسنين. ايه المشكله يعني؟ انا رايحه مشوار انا وابوكي. قاعده يا نوره شويه ولا مروحه؟ قاعده شويه يا طنط. براحتك، البيت بيتك.
سلام عليكم. حسنين اخوك بهدلني. حسنين يا ابني مالك يابا؟ ده كان ناقص يضربني. يضربك؟ يضربك ازاي وهو فين؟ ومرزي فوق. انت ازاي تتجرأ على ابويا كده؟ امشي من هنا دلوقتي يا ابني انت. واحنا بنشحت منك؟ اتكلم مع اخوك عادل. انتوا عايزين ايه؟ امشوا اطلعوا من هنا انتوا الاتنين دلوقتي. يلا. انت فاكرنا في ملكك ولا ايه؟ لا فوق كل حاجه هنا النص بالنص. قول لي بقى انك جاي انت وابنك البلد دي عشان تنصصه. كلم ابوك باحترام ولا محدش علمك كده؟ وبعدين ايه؟ انت عايز تكوش على كل حاجه؟ جدي زي ما هو جدك، يعني انا ليا هنا زي ما ليك بالظبط. حلاوتك حلاوتك يا شيخ يا ابو سجاده، اظهر وبان عليك الامان. بطل بقى الاسلوب السوخ اللي انت بتتكلم بيه ده، واتكلم بطريقه احسن من كده شويه، ولا عيشتك مع البلطجيه والسوابق خليتك راجل قليل الربايه. هتعمل عليا واعظ انا كمان؟ اوعى هتموت اخوك. اوعى اوعى من عليه. اوعى يا واد اوعى من عليه. اوعى اوعى يا ناس هون انا. الواد هيموت اخوه. هون انا. بقى كده برضو اخص عليك يا همام. ده انت ود ما كانش العجم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ليه كده بس؟ ليه كده؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. انت بتعمل ايه؟ سيبني يابا ابوس ايدك. اسيبك ايه؟ هتروح فين يا ابني؟ ده بيتك ليك النص من النص هنا. يابا الله يهديك سيبني. يا ابني هتسيب ورثك يرتع فيه لوحده؟ يا ابني طول عمره هو متنعم فيه واحنا عايشين هناك متغربين ومش لاقيين اللضا، هتسيبه له دلوقتي كمان يا حسنين؟ استغفر الله العظيم. يا ابني استنى يا حسنين. استنى يا ابني رايح فين؟ اعوذ بالله. ارجع يا حسنين. اعوذ بالله. يا ابني ده مصارين البطن بتتعارف يا حسنين. الله يجهز اللي كان السبب. نجري ما نجري الدنيا خطوتها أوسع، نجري وراها في السكك ونعاني، والهم مهما نهشه تاني بيرجع يرسي على شط القلوب. يرسي على شط القلوب. يرسي على شط القلوب من تاني من تاني. يا رب يا ساتر. اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مبهلول؟ الحمد لله. والله أنا كان نفسي أقوم أعمل لكم شاي. معلش مش عايزين نتعبك يا مبهلول. لو مش عايزه تتعبيني بصحيح قوم اعمليه انت، وعقبال ما نشرب الشاي يكون الاستاذ بهلول وصل. فين المطبخ؟ تحت. يعني الشقه قد ايه؟ هي ده تلاقيها كم متر في كم متر. انت عارف انت جداد في البلد برضه. جداد ايه يا ام بهلول؟ احنا فيها قبل ما تتجوزي ابو بهلول الله يرحمه. ما انا فاكره لما انت جيت تتجوزني وانا رفضت. انا هو انا لوحدي؟ ده كل رجاله البلد كانت واقفه طوابير عشان تطلب ايدك. طبعا من حلاوتي. ايه وهي دارت الايام وابني كبر واتعلم وبقى محامي كبير وبقى فندي هو كمان.
مش كنا خلصنا في بعض وهو كان زمان ابنك لكن